تزوج سعودية. يا أخي السعودية غالية والسعودية تتطلب. لما تروح حق قطري تقول له يا أخي تعال تزوج قطري، يا القطريات هذول طلبات والعرش يكلف مليونه. تروح عند المصري تقول له إيراك تزوج مصري، هذه المصرية ما أعرف شيء ونكدية وتعمل وعامل وطلبات وبدون القايمة وعفش. تروح عند إنسان ما أدري من أي دولة، سبحان الله، يعني أنا ما علي خلنا ما أقصد دولة بحد ذاتها، لكن سبحان الله دائما لما تتكلم عن إنسان عن بنت من نفس البلد لابد أن يطلع فيها عيوب. أنا ما أقول أنه لا يوجد زواج، لا لا، القطري يتزوج القطرية والسعودي يتزوج السعودي، لكن تحس أن شبابنا وايد شايلين في قلوبهم على بناتهم. وكذلك أمس سألت واحد عماني، تعال يا أخي أنتوا الحين والله فرحانين أنكم تتزوجون أجنبيات، زين يا أخي بنت البلد العمانية، يا أخي العمانية عبد العزيز والله مهرها غالي وقاعدين ويطلبونه. نفس الشكوى نفس الشكوى، دائما رجل هالبلد يشتكي من بنت البلد، وهذه هي أكبر مصيبة لابد أن نحن نناقشها. طب أنا بسأل سؤال، أنتوا الحين يا رجالتي والله قلنا لكم يلا كل واحد تزوج من برا، زين بنات البلد بتخلونهم حق مين؟ وكل حد يجاوبني، بنت البلد بتخلونها حق مين؟ يا عبد العزيز بنت البلد تتشرط وتتطلب، مين اللي خلاها تتشرط وتتطلب؟ مين اللي مسؤول عنها؟ مش ابوها؟ ابوها مو برجل؟ انت يا اخوي من سلطنه عمان، ولا يا اخوي من قطر، ولا من السعوديه، ولا من مصر، ولا من المغرب؟ انت بنتك هذه اللي قاعد تطلب وتتشرط وتبي فندق وتبي الملكه تغني في عرسها وتبي رقاصه وتبي، مين اللي سمح لها؟ مش انتوا يا رجال؟ مش انتوا تنازلتوا عن رجولتكم؟ اسمحوا لي تزعلون علي، خلونا نناقش، احنا قاعدين نتناقش. انا اقول لكم بحكم خبرتي في امور الزواج الان من يعني سنه 94 بديت امور الزواج، من 94 امور الزواج والامور الاجتماعيه، ولا انا في الاعلام ولا في كتابه المقالات ولا في الانتقاد من 86، لكن انا بصراحه بديت في امور الزواج والامور الاسريه سنه 94، يعني السنه الجايه بكمل 30 سنه. والله يا اخواني الكرام لا حد يزعلي، كل مشاكل المجتمع بسبب الرجل، المرأة مظلومة. المرأة كان عاطفي، يعني شنو كان عاطفي؟ يعني تحب التقليد وتحب انه والله صديقتها سوى تبي تسوي مثلها وتبي تو، لكن مين اللي سمح في البداية بالمسخرة وبالغلط؟ الرجل. وللأسف الآن في رجال لما أنت تتقدم حق بنته، أنا بنتي جوهرة، أنا تعبت في تربيتها، بنتي غالية. لا والله طلعت رجال، بنات الناس مو احسن من بنتي، انا بلا افضل، الاب اهبل. فيا ناس انا الرساله اللي حاب اوصلها لكم، انتم يعني للاسف الان خليتوا بناتكم يغالون في المهور، يغالون في الطلبات، يغالون انتم خليتوهم يا رجال. الحكومه اول شيء خلينا نتكلم صراحه، الحكومه، الدوله، الاعلام، التعليم، حتى الاكباريه، حتى للأسف إحنا عندنا دول يأتيك الحاكم، يجيك الحاكم ولا وزير، يا ناس أهل شيء يطلع لك وزير، لما يكون وزير يعني يتعلق بالأمور الاجتماعية مثلا، أو وزير الأوقاف مثلا في أي دولة، خفضوا المهور، وزير الأوقاف أو وزير الشؤون الإسلامية أو وزير بغض النظر، خفضوا المهور يا ناس، اقتدوا بسنة الله ورسوله. وهو هذا الوزير لما يسوي عرس حق ولده ولا حق بنته يسوي الفرنك والمسخرة ويصرف الملايين ويبذر. طب يا أخوي هذا نفاق، أنا ما بقول عنك منافق، لكن هذا التصرف فيه نفاق. لما أنت تطالب الناس بالاقتداء بسنة الله ورسوله وتروح أنت تكون مو بقدوة، تكون جزمة، ما يصير يا حبيبي. لابد الحاكم، الشيوخ، الأمراء، كل الكبارية هم القدوة. ترى عيال الفقر تعلموا المسخرة من مين؟ مش من الكبار؟ خلينا نتكلم صراحة يا أخي. فهذه هي النقطة الأولى. انتوا الان كلكم تقولوا والله بنت البلد بنت البلد بنت البلد، طب التعليم مش خرب بنت البلد؟ وش التعليم والاعلام خرب بنت البلد؟ احنا كان عندنا قبل حتى في قطر كان عندنا دروس اسمها الاقتصاد المنزلي والتدبير المنزلي، كانوا يعلمون عندنا في المدارس، يعلمون البنات الطبخ ويعلمون البنات الخياطه ويعلمون، هذه الحصص كلها الغيت. ليش يا حبيبي؟ فاحنا علمنا البنت انها تكون انسانه بربيخه، بربيخه يعني انسانه تنبل كسوله ما تتحرك رفله. فعلمناها تكون رفلة وإنسانة راعية قاعدة وتقع وثراط. والله عندنا أنا أخواني الكرام أكثر إنسان سوى محاضرات في مدارس الثانوية للبنات، والله أسأل البنات في واحدة تقول لي عبد العزيز أنا ما أعرف بيض مقلي، ما أعرف أسوي شاي حليب، ما أعرف أسوي. أنا قلت لكم أنا رجل لما كان عمري 5 سنين أدخل مطبخ،
العب واسوي واسوي مقلي واسوي وين وين هذا هذه الامور. فانت انت يا اخوي من سلطنة عمان ولا اخوي القطري ولا السعودي ولا المصري ولا اخوي من اي دوله، انتوا خربتوا بناتكم، انتوا علمتوا بناتكم انهم ما يكونون ربات بيوت، انتوا علمتوا بناتكم انها تكون فرعون على الزوج. تعليمنا تعليمنا كل الدول كل الدول علموا بناتنا انها لا تطيعينه. والان طبعا الحركات النسويه وهكذا. الموضوع هذا طويل 7 دقائق عبد العزيز الانصاري في الامور الاجتماعيه، مو 7 دقائق 7000 دقيقه بفضل الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الجزئيه الاولى. فاخوي العزيز رسالة لجميع الحكام، لجميع المسؤولين، لجميع لجميع لجميع، عدلوا. بدل ما أنا ما أقول والله لا تسمحون بالزواج من خارج الدولة ولا خارج السلطنة، في البداية القوانين لابد أن تطلع قوانين إصلاح الشأن الداخلي، نصلح في تربية أبنائنا الرجال والبنات. أنا ما أقول بناتنا بس، لا حتى أولادنا تعبانين، حتى الرجال ما عنده ثقافة لا في الزواج ولا يعرف كيف يحترم زوجته. هذه مآسي 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 طويلة وعريضة. فالرجل احنا نربيه غلط والبنت نربيه غلط، وبعدين نقول يلا يلا يا شباب تزوجوا من برا. وهاي هذا رقم واحد. رقم اثنين، انت يا اخوي من سلطنة عمان يلي فرحان تقول لي والله انا بتزوج الان من امريكا وبتزوج واحدة عيونها خضر وبتزوج واحدة من اوكرانيا وبتزوج واحدة في مسلمين في اوكرانيا. نعم، لكن انا بعطيك مثال. المسلمات ما بقول الكل، اغلبهم اللي في اوروبا اللي هي اصلا مسلمة اللي حضرتك بتروح تتزوجها متربي على شنو؟ على الثقافة الغربية. أنا رحت البوسنة، رحت مقدونيا، رحت ألبانيا، رحت تركيا، هذه الدول كلها مسلمين. لكن والله العظيم يلي تشوفني الآن إن المرأة هي اللي راح تحملك. نعم، أنت على استعداد تحمل؟ أنا أقول لك هي اللي راح تحملك رغم أنها مسلمة. فأنا أقول لك أخوي القطري، أخوي السعودي، أخوي المصري، أخوي المغربي، أخوي المرأة الأوروبية، نعم مسلمة لكن عاداتها وتقاليدها مختلفة. لم تربى على طاعة الزوج. وبعدين ماك المرأة قوية متربي على إيش؟ سام سام الاشتراكية، التعاون المنزلي. يعني أنت صح تتزوج مسلمة لكن بتيك أنت يا أخوي من عمان بتقول لك يلا يلا اليوم الطبخ عليك، ما إيش بتسوي لنا؟ تعال أنت يا أخوي اللي كلمتي من سلطنة عمان، هل راح تطبخ؟ تعتقد أنت أن الإنسان هذه الشيشانية، الشيشانية مسلمة بتقول لها حبيبتي هاتي لي كلاس ماي، بتروح تجيب لك كلاس ماي؟ والله ما راح تجيب لك رغم انها هي مسلمه. ايش رايك؟ انا احذرك اخوي من سلطنه عمان واحذركم انتم كلكم اخواني المسلمين. المراه الغربيه حتى لو كانت مسلمه لكن قويه، متعوده على المشاركه، متعوده على ان الرجل لا احنا تشارك احنا ما نطيعه. انت على استعداد تبدل بامبرز؟ انت اخوي من سلطنه عمان مستعد تبدل بامبرز؟ انا اقول لك انا اخوك والله انا صحت لله، مستعد تبدل بامبرز؟ اعترف اعترف. لا عبد العزيز ما اقدر ابدل البامبرز، انا مشهور، انا رايح انا عندي شغل، انا عندي كذا. فايش رايكم؟ مستعد تطبخ؟ اذا جاوك ضيوف، اذا جاوك ضيوف هذه الامريكيه ولا البريطانيه بتطبخ لك؟ والله ما راح تطبخ لك ولا راح تسالها. انا دخلت بيوتكم هلا في سلطنه عمان ما شاء الله، تدخل المراه العمانيه تسوي لك ذاك الخروف وتحط لك المائده الطويله. والله نساء السلطنه نحطهم على راسي. يعني احنا ما لا ننكر. فرسالتي انت لن تستطيع الا ما ندر. طبعا انا وراء سكر وجهك. المرأة التركية تقدر؟ والله انا واحد يعني احنا رحنا تركيا، المرأة التركية تعلي صوتها ابا اوه اوه وتدخن ومحجبة، محجبة وتدخن ولسانها هالطول، تقدر على التركية؟ والله التركية بتسوي كفتة. ما نقدر احنا، انا ما اقدر على المرأة التركية ولا احترم المرأة التركية. مو بقصدي ما احترمها يعني لا 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 على راسي، احنا نحترم كل الناس، لكن اقصد ما احترمها في ايش؟ في خشونتها مع الزوج. والله يقسم لي واحد صديق وانسان متدين يعني هذا الكلام عنده، يقول لي والله احنا قاعدين على كوفي شوب قاعده تتعلق صوته وضربت الرجال كف على وجهها، اعطته كف. ليش؟ لان الحياه في تركيا والحياه في هالدول فيها خشونه. تركب الأحيان تركب موتورسيكل وتركب الباص وتركب مدري شنو والمواصلات ودوامه ومتبهدله متبهدله. فهل تقدر على المرأة القوية؟ ما راح تقدر اخوي من سلطنة عمان، والله راح تتبهدل وراح تطلقها ثانية. كذلك الموضوع الضروري اللي لابد ان احنا نعرفه. طيب يا اخي انا بتزوج واحدة مسلمة بريطانية، هذه البريطانية لو جبت عيال منها تقدر تاخذ ولدك؟ والله بتركب تروح تشتكي عليك في السفارة، تركب الطيارة وبتروح وانت عندك انسان عماني ولا قطري ولا مصري ولا مغربي، ولدك يروح هناك يعيش في اوروبا والعياذ بالله يعيش على العلمانيه وانت تقدر؟ تقدر اخوي؟ ما تقدر اخي العزيز.
فأنا لا ما أقول لك والله سكر الباب، لا، إذا أنت فعلا حبيت إنسانة وارتحت لها وتأكدت من أخلاقها بنقول والله إيه نعم يصلح أنك أنت تتزوج وتكون تعرفها مثلا. إنما لا هوي هوي رايح وببحث وبدور وبروح أتخطبات، لا والله. إذا أنا بقول لكم حاجة الآن أخوي السوري اللي يشوفني الآن، إحنا أرجوكم هذه حلقة صراحة نبي العلم يوصل، أخوي السوري اللي متزوج من سوريا رايح عايش في أوروبا، السوسيال والشؤون الاجتماعية والحياة في الغرب في كثير منهم قووا النساء على الرجال في طلبة الطلاق. هذه رايحة مسلمة متربية في دول الإسلام خلال سنة سنتين اختربت بقوانين الغرب، فما بالك باللي عايشة ومتربية في قوانين الغرب؟ والله بتجيك هنا أخوي العماني والله راح تبهدلك آخر بهدلة، فأصحوا لا تأخذك والله الحمية وإنه البيض الشجرة تأخذك الشجرة الحلوة، هي شجرة حلوة هي ما شاء الله، مو شاء الله بس إن أنا أفكر في الجنس، فعيالك قد يتشردون إذا صار طلاق، نزع محاكم، هي تروح السفارة، هل هي ترضى أنها تعيش عندك في عمان في جهنم الحمراء في حر درجة حرارة في مسقط في بعض المناطق توصل 45-47، عندنا في قطر درجة حرارة، أنت يا قطري أنت يا سعودي أنت يا تقدر تعيش عندك درجة حرارة 50؟ هذه مثل الزبدة بالأول ما تنزل من المطار على طول والله بالذوب. ففي مشاكل كثيرة أنا الآن لا أريد أن أطيل في هذه الحلقة، لأن أنا لو تكون حلقات بصير لكم حلقات، البوسنية على راسي، التركية على راسي، الألبانية على راسي كلهم، لكن هذول البنات أقوياء في الشخصية، ما تقدر ولا تقدر تعلي صوتك عليها بترد عليك ألف. فوالله ما في أحسن من بنت البلد ولا في أحسن من الإنسان العربية المسلمة. أنا أقول لك أخوي العماني إذا بتزوج ممكن، إذا مثلا ما حصلت في سلطنة عمان روح دول الخليج، ما حصلت دول الخليج روح مثلا الدول العربية، وحتى من الدول العربية ترى في اختلاف عادات وتقاليد. أنا إنسان المصري أحب على راسي، لكن أيضا في اختلاف في العادات والتقاليد مش في الدين، المغربي وكذا والجزائري وهذا، فالأمور هذه لابد من دراستها. أنا مستعد أتزوج مصرية، لكن لا أكون أنا متأكد منها، أنا أعرفها، وبروح عن طريق خطابة ويلا هوي هوي وتزوج وحيا الله ومش حالك. إذا في معرفة متأكدين من أخلاقهم متأكدين من الدين، أنا ما عندي مشكلة أتزوج مصرية، ما عندي مشكلة أتزوج مغربية جزائرية تونسية، ما عندنا مشكلة، وهذا هو الأصل. لكن الأصل قبل غير والحين غير، قبل كانت الحدود مفتوحة ولا كان في سفارات ولا كان في دين وفي أخلاق، وكانت المرأة بغض النظر عن جنسيتها كانت تربى على طاعة الزوج، كانت تربى على الأخلاق، تربى على الدين وهكذا. الموضوع طويل، إذا تبون ممكن أنا بعد العيد إن شاء الله أسير لكم حلقات تفصيلية، ولكن حاب أن أوصل رسالتي لكل عماني، يعني إذا أنتم عندكم مشاكل مع بعض البنات، لا، إحنا من نريد قوانين ترجع البنات والشباب إلى الأصل. شنو الأصل؟ التربية الدينية الصحيحة والثقافة الزوجية الصحيحة، مو بس سلطنة عمان، جميع الدول العربية، كلنا احنا لابد نغير من ثقافاتنا وسياستنا في الزواج، احنا كلنا غلط، زواجنا غلط، طريقتنا غلط، تعليمنا غلط، اعلامنا غلط، والله غلط. فلا نتحمس يلا والحين وانا مسافر وانا يلا كالمخطابة بروح، والله بتبهدل اخر بهدلة. اسأل اخوك اللي شاف عشرات الالاف من الحالات مرت علي اخوي الكريم. فحذاري تتزوج واحدة من برا، تعال ويلا ومش حالك، لا يغرك البياض والشكر والعيون الزرق والعيون الخضر والعيون الحمر، ترى والله بتخلي عيونك حمر في البيت، يعني بتبهلك آخر بهدلة في البيت. أتمنى الرسالة تكون وصلت، راح أفصل